علي، في ايه يا ابني؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ وقت تقولين نريحه شوية وبعدين تروح خضتني خضة جميلة دي. الله، وشك يجنن على الصبح. الله، بشرة انا هساعد الدار. ها؟ بشرة. سبحان الله، تجنن وشك صبوحي. سمعت لك بسائي محسن وعصراوي. هذا من يقول حي الله بالويه الصبوحي، هذا طبعا صوت كان سمفونية تجنن، طريقة عزبة. كيف يعني كيف تقدر تلحن هاللحن كله؟ لحن ايه؟ اللحن هذا سمفوني. انا شخرت؟ ابدا. شفتي؟ شفت؟ شو هالنشاط، شو هالنشاط يا علي؟ دايما يتهمني ان انا بشخر. ها؟ بدون ادلة واضحة وبراهين. انك تشخر؟ اه. لا مكرم. كرم الله يسلمكم علي ومحسن. يو قبل ساعة وقلت له محن ما في ينش ريحوا، ما وعيت بس علي محسن طرشنا ياخذ يجيب سندويشات فول وفلافل. من وين؟ من عند السلطان. وعلي قال بحريح شوية، ما وحالة دقيقة اللي شقل السمفوني خر وخر وخر. مرحبا مرحبا. سندويشة السلطانة. توني والله فتحها؟ ايه؟ توني يا توني. منو توني؟ اهو. لا توني. توني يا توني. يا سلام يا فلان سلطان. يا سلام يا سلام. كنت تقول لهم انا رحنا لهم من يومين ثلاثة وكله أفريقي. بجد محسن عرفك؟ والله. والله. قال لهم انت بتوع الامارات؟ ايوه. قال لي اللي عرفتك خلي بالك من الطلب بس مش اكثر. والله سبحان الله. يعرف ابوي يعرف ان ابوي الاماراتي ما يطلب الا شيء زين. يلا يلا وين معاد وين زخخ بيديك عاد الحين عشان ندور ثلاثه ناخذ لك. يا الله هذا اثنين مالاتي الحين. وانتو على كم جبتوا لكم؟ 7 و7. هي كذاب خيبه تضحكون. الحين شو الحين عباره عن شو محسن؟ فول على فلافل على بيض وفلفل في النص. زين شكرا شاطر يا توني. ولا انت اللي توني. حرام عليك يا علي. لا حرام. توني اسم جميل. ما مش فرعوني. فرعوني. ايوه لو شوفوا والله هو فرعوني. لا انا معود انك اشرب بيبسي. وانت ده غلط على الدروس والسنان اللي توجعك. اشرب من دلوقتي بقى. غلط ايه؟ غلط على الدروس. نباحهم على رجلي. زين بالله عليكم، انت شفتوا هالملاحظة؟ هذا أحد المتابعين محسن. نعم. أحد شو المتابعين؟ ركزوا، أحد المتابعين. انزين أنا وين قلت لك؟ أنت وين قلت يا هو علي؟ السندويشات جايبها منين؟ سلطان. وده إيه؟ شوف الكيس يا محسن علي. لا ده سوبر ماركت أنا جايب منه البيبسي على فكرة. وانت جايب سندوتشات من بالورق من غير شنطه؟ ازاي غير شنطه؟ يا علي الكيس ايه به؟ كيس سوبر ماركت. عيب عليك. وليه الكذب ده؟ عيب عليك. ليه الكذب؟ عشان كده ما جابش ورسمت كل الخطط ولا يعني تخيل من ابو ظبي اكتسبوه. الراجل وعامل الراجل بتاع انتوا بتوع الامارات كل ده كده. يا لهوي لا لا ده كان صعب قوي. عشان تلوموني؟ انا كرهته. لا 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 انت مش شايف مننا يا مش هتوني يا ابن التوني. استنى استنى الكذب ليه؟ مكدبتش. اللي خلاك تكذب؟ ما كدبتش. عارف على الجواب؟ وبعدين؟ ما هو هنعدي عليه. ماشي مشكلة. وبعدين؟ هتلاقيه فاتح وقول له جالك ولا لا انا رحت نفسي. وقال لك ايه؟ وقال لي نفس الجملة. وقال لك مش شغال النهارده. قال لي لا انا قافلين شمال. كذاب. ما عندناش اكل. تلومني فيه؟ لا طب استنى. تلومني انت فيه؟ اتفرج على الكتاب والله. يعني ايه؟ يعني مش من عنده يعني. فاتح ومن عنده السندوتش. يعني انا اعرف ايه اصدق ايه الكلام ده فيه؟ قوم اديله على دماغه. يعني فاتح ولا فاتح مش شغال ولا لا؟ خلي 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 كذاب كذاب من قبل. لو استنى استنى اسم امك ايه؟ اسم امي؟ سناء. كذاب ايه؟ سناء. لا كذاب من يابك امك لين اليوم ما حدا كذب عنك. يا ربي يا ربي. عيب يطوف يوم ما تكذب. عيب باع عشان حفل تبقى على الدبشه.
عالي من جه وهو يرعى محسن يا صرط من يا انت العنب يا بين حقي لو حقك خلص انا ما كنتش هنا خلص ولا ما الحين بين بعد السندويشات كل موز وعقب عنب فكه يا سلام احنا حقك انت ميوم لو حقي وانت ما مغسول هذا كيف تاكل من البلية غسال اللي كان دهنه من برا مما معمله اما بطنه من جوه اقول لك الماكينه خلاص ما باها جزيت الماكينه لا 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 انت تعرف ان الزيت زي يا علي الزمن زي والله انا كنت ابن بشوات ايه وزمان وعظيم وواحد قال عليهم الزمن بيبيعوا جرجير دلوقتي ايه ايه لا بابا ايه مين مين اللي الله يرحمه بابا بابا لا اه ومامي ومامي اسمها ايه الحاجة ام يسري ام يسري ماشي مالها لا بابا بتعمل ورا بتعمل جهز الجرجير اللي بابا يبيعه تربط فيقول لهم جرجير يا غجر جرجير يا حوش ان هو كان بيقول كده للخدامين بتاعه فلما بقى اللي هو بابا طبال اللي باباك يعني بابا فبس الحمد لله ما لحد بات لما خدوا فلوسه في التأمين من بعد ما كان ايه باشا ودلوقتي مات هو باشا ولا ايه ولا كان باشا ولا عاملين الكفن حتى رحمة الله عليه وعلى امته محمد اجمعين بجد علي ورث لكم كام من مين من بابا والله ما هو فلوس خالص كذاب لا بابا ما عندوش اي حاجه نورسها يعني راجل عادي موظف عادي يعني كان في الاذاعه اللي كان في الاذاعه في التلفزيون بابا كان شغال اريل لا كان شغال في الهندسه الاذاعيه ايه انت عارف التلفزيون لما بعد بالليل لما بيشطر بيعمل تدينا في الشب هو بقى كان بيعمل لا والله كان في الزهر هندسي مطلوب نصدق نحن كان ميكانيكي والله ميكانيكي في الزهر هندسي او الهندسه الاذاعيه دي مش فيها اوتوبيسات وعربيات كان في الهندسه الاذاعيه ميكانيكي ايوه صح كده صح كده مبلوعه زي انا كنت نايم دلوقتي سمعت مني حاجه ابدا صدر مني حاجه ابدا يبقى بابا شغال ايه ميكانيك شفت صح وانا عايز اتجوز ايه ميكانيك يلا بابا محسن انت كويس الحمد لله تمام فل الحمد لله فل تانك ولا فل انا الحمد لله كل ما انت فل احنا شو اللي كنا الحوار اللي قبل شويه كانوا نتكلم على الكبه الطبخ يعني كان قلت له بقول لك برامج الطبخ ما خليتش حد عندنا والقناه بتاعت الطبخ في التلفزيون ما خليتش حد ما يعرفش يطبخ انت زين كل الناس بص جميله قوي بتحرق الدم ازاي؟ اول يوم في رمضان ازاي تعمل عزومه انت اول يوم رمضان او تطبخ لاول يوم تجهز لاول يوم رمضان يعني زين فجايبين ديك رومي مين في مصر هيجيب ديك رومي ب 1000 جنيه في اول يوم رمضان؟ اول يوم ب 1000 جنيه ديك رومي بس ده جنب الحبشتكنات اللي جنبيه امال بقيت الشهر هناكل ايه؟ دراني فول وطعميه بقى بقيت الشهر والله حرق الدم وموزه مش عارف بايه ولحمه ايه بايه طب ليه كده حرقت الدم دي؟ اعمل اللي انت عايزه ده كله واعزمنا ناكل ولا تستحملش همنا خالص هي والله يعلمونا الناس الطبخ جيب ديك رومي حاجات بسيطه هي اعمل حاجه بحاجه وخلاص انما ايه ده مين انت بتعرض قناه للناس كلها فيها الفقير وفيها اللي على قده وفيها النص نص وفيها طبقه قليله قوي اللي هم اللي قادرين انت زين تجيب اول يوم ديك رومي تحرق دمهم يعني ايه يعني عايز تموتهم ويفطروا مش يصوموا الله يهديهم يا رب يصلح لهم الحال امين وكنافه بالمانجا كنافه بالمانجا طب نجيب الكنافه الاول وبعدين المانجا يوم كنافه يوم مانجا من اول يا محسن انت فطرت ايه اول يوم رمضان ما صامش ما ما صامش لا الحمد لله ايه انت قلت لي انا عليا ايام رمضان ما صمتهاش قلت لك عليا يوم ولا ايام قلت لك عليا لا 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 الواد ده الحساب كام حسابه كام دلوقتي مشي دلوقتي دي الحساب لا يا محسن انت فظيع قوي في الكيس على فكره انت اللي بتنسى او انت اللي بتسمع غلط انا قلت لك امبارح يوم واحد اللي فطرته علي تعال خش علي جوه كده الكاميرا انت اللي فطرتك يا يوم ايوه ايه لا مش هقدر اقول ليه اللي مين اللي بيبقى عليه ايام ها مين اللي بيبقى عليه ايام
في راجل بيبقى عليه ايام مش قلت ساعه كنت تعبان ايوه اللي وجعني وكنت مسكن انا وانا رجلي بتوجعني فين ده اهو رجلي بتوجع يا كتاب بجد محسن قال لك ما صامش يوم رمضان هو عادي انا قلت يوم وانا كنت قاعد يوم مش انا جيت انت اول يوم قلت لك انا صايم اول يوم جيت فيه مش انا قلت لك انا صايم انا اتوقع انك كنت تصوم الست لا 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 كان عليا يوم اما كنت خدت المهدي الساعه 7 الصبح وما كنتش يعني وكملت اليوم بس عليا يوم ما اكلتش يعني فطرت بس ما كملت الصيام يعني نمت لحد ما جه الفطار صحوني اليوم كله ده يبقى صايم ولا لا صايم 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 كل سنه وانا طيب ايه كل سنه وانا طيب كمان كمان كل سنه عاوز تبقى طيب لحد السنه الجايه والله يا ابوكم طول ما هو يالس اللي يرعى موز ورا موز وموز ورا موز انا بحب الفاكهه بحب انت بتحب كل حاجه يعني معقول 24 ساعه تسرط تعرف تسرد تسرط تسرد يعني تاكل يعني انت دلوقتي بتترجم نعم الترجمه تحت الشاشه فهو ما بيقراش ما بيعرفش زي النهارده هنروح فين نشوف المباراه ان شاء الله لورد شنو المعز في الحسين اقتراح مني كان جميل أول مرة هيجيب اقتراح أول مرة هي إن قلت كلمة تعجبك بعد كده يا أول مرة تجيب اقتراح حلو والله يعجبك هي والله والمرة كده ضربنا عصفورين بحجر هي هي شارع المعز والماتش شارع المعز عاد الله يحفظكم هذا في العام اللي احنا سبنا له وين الحسين ما بداخل وين الحسين وين القرقعة والهالي ياذون والطلاليب لا داخل هناك في قهوة اللور. قهوة اللورد هاي اللي فيها تمثال أم كلثوم للعام صورناها وجلسنا في القهوة قهوة محترمة وزينة وصادة منك عليهم بشوية ومش شعبية قوي وما بشعبية كتشرة وايد يعني ولا يونها طلاليب ولا شيات لكن شوية حاشمة عمرها ماشي هذا زي ايه؟ ايه؟ مين؟ ناس محترمة زي مين؟ ايه؟ ايه بتقول ايه؟ زي ها؟ روسيا مصر؟ وروسيا الساعة كم حيبتدي؟ بالله عليك وتدعو لمصر انها تكسب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انا او انك انت هتتفرج على الماتش ليه؟ تغلب 150 صفر مفيش حاجة بتعدي من تحت ايدك سالمة ابدا كل دقيقة كل دقيقة جول ايه شو توقعاتك للمباراة؟ ربنا كريم ان شاء الله ومحمد صلاح هيلعب ان شاء الله نجيب وليه بتتكلم قد ان شاء الله؟ محمد صلاح هيلعب انا مالي انا بقول التوقعات انا مش عاوز يعني 2-0 لينا او 7-0 ليو مين صلاح محمد صلاح انت ما تعرفش محمد صلاح انا عارف منعم شو اسمه هذا محسن محسن عبد المنعم شو اسمه ابوه محسن عبد المنعم مين عبد المنعم زكي انت اسمك محسن زكي محسن غانم انا مو منعم خاسر مش غاني انزين غاني يعني ايه محمد صلاح ده تعرفوش انت حضرتك اكيد لا بيلعب في ليفربول ازاي يا ابني والله ما عارف لا اللاعبين في العالم يا رب لك ما لا أنا لسه ادور على شجره العيله ان شاء الله الاقي لا ده اغلى ده احلى يعني العالم كله بيتفرج ناس العالم عشان يتفرجوا على محمد صلاح قول والله والله بس هو مكسور كتفه مكسور دلوقتي ان شاء الله بس هيلعب ان شاء الله يلعب النهارده وهيلعب ان شاء الله بكتفه ولا من غير كتف احتمال ياخدوه بره كتفه يلعب عاده خلاص حلو قوي علي انا مش بقى حلو سبريسو سبريسو في منتهى الروعه سبريسو ده ريحته اللي مره مش حال طعمه بقى يلا بسم الله الرحمن الرحيم ده هموت ولا يلا عاده عسل انت استاذ مراره استاذ مراره بتدور يلا عاده خلاص خلنا بنسير مش عايز يلا 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 ثبت لي حق على المباراه على الله يلا 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 بسم الله اليو طب معلقة سكر لا 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 بيبقى حلو سكر شوف شوف الله عليكم شوف هناك اولنا يتشمس يتشمس اولنا علي هدى سلطان لما توفت هو مين توفى بالاول جوزها اللي هو فريد شوقي طبعا هو توفى من كتير قبلها قبلها ب 10 سنين وبعدين هي توفت ايوه
وبعدين لا هي البنات وهو بعد ما ماتوا هو بعد ما مات فريد اكلوا بعض ونقشوا شعور بعض عشان الورث. ايوه الله يرحمه. يعني احنا يعني انا واخواتي لما ماما توفت ولا سابت المخرطه بتاعت الملوخيه ما اختلفناش عليها. الله عايز ياخدها ياخدها. طيب ولما توفى الوالد بابا بتاع ساب ثلاث شرابات. لا والله ما بهرك بابا لا ما عندوش غير معاشه يا خالد. بالاول انت قلت خلف شقه. لا شقه اللي هي بتاعته. اه يا امي على فيها ليه مش هي تملك؟ امال ايه؟ ايجار. ايوه ورث ايجار ما يتورث. ما اختلفناش لان ما لقيناش حاجه نختلف عليها. ايوه كانت دي حاجه كنت بتتكلم. منور يا محسن. نعم تختلفوك يا محمد. نو انت انت بين الظهر وبين الظهر. شوف الساعة كم ظهرين الحين؟ الساعة كم؟ المغرب. سبع المغرب. المباراة الساعة كم؟ ثمانية المغرب. بواحي بواحي. أيوه. إيه في النهار ما تم تظهر. طبعا. الدنيا لا بغضب. وحين الظهر ما شيء شرعته. ها؟ نور يا علي بح. يا سلام يا سلام. توني جارد. توني جارد. ليه شكله الحين الشوارع تكاد ان تكون فاضيه ما فيها حد يحترش مصر. شو السبه حينه؟ السبه كل هالعالم بوي سايره تشوف المباراه. كل هالعرب ماشي الشوارع اوادم ماشي. سيايير هنا عبك هاي السيايير بعد نص ساعه ما بتلقط. لو تدور حد يسقي قطره ما بتلقط. ها محسن؟ نعم. ايه؟ هذه ابوكم اسمها بوابه الفتوح. اللي في الحسين من وراء عاده من الخلف ما بين الحسين والقهاوي اللي بيجي ازيد يبى شيء زين يدخل من بوابه الفتوح. ابي يصير وين هناك الحشره والطلاليب ولا لا بيجي وين بوابه الفتوح. الحق اللي بيوصلك شارع المعز بوابه الفتوح يدخل على هذه بوابه تدخل هالفرجان كلها هاي ما تشوفون. ها ترتيب المقاهي عاده المنطقة اللي نحن جايينها. كل قهوة حاطة جميع الكراسي ها. يأجرون عاد الكراسي شربت شيء ما شربت على هواك. في كل الفنادق اللي في شنتيا مصر مسوين خيام كبار مخصوص حق اليوم هذا. اللي هو يوم المباراة. خيام كبار كل خيم 10,000 و20,000 آدم تشل. مسوين يعني شاشات العرض من أكبر ما يكون. لكن أنا ما أريد أسير أماكن أنا جاي أحضر المباراة. الجو المصري ما المصريين روحهم اللي في المقاهي الشعبية اللي هالنمونة شوفوا وين ما طايبها هالنمونة. أنا ساير حق هذا الشيء اللي أنا جاي عسبه هذا المكان هالنمونة. أنا جاي متعني حق هالموضوع أحضر المباراة تجو المصاروة هذا اللي يعني جاي عسبه. خلينا أبوي محسن هناتي جالس يحرس الطاولة ونحن الله يحفظكم تتأذن المغرب يصير في آخر نسيب الصلاة دامنا على مسح ونفتح من خلاف أن يكون بعد ما صلينا ولا نحاتي لاك على مسح لا حق عمرك تصلي. هاي بعد من المقاهي اللي تنعرض فيها المباراة صغيرونة نحن بنسيب مقهى عودة مقهى من المقاهي الكبار. انت فين؟ أولياء أمور ما شفتهمش من 20 سنة. مستر علي فاكرنا مش فاكرنا ازيك؟ مش فاكرنا. والراجل فين؟ قال لي في مات الحمد لله الله يرحمه وابنها محامي ويلا بينا نلحق الماتش. لا تحت البيت ابنها؟ ساعة انت ريان حواتي في نص خط في هالخناخيش. آخر شيء قال والله لقيت أولياء الأمور. لقيت أولياء أمور ما شافوا من 20 سنة عشان شوبوا وعيالهم تخرجوا. أنا مدرس عيالهم من سنين. درسهم بس دروس خصوصي واللي ما يدفع لي صغطة. ايه غرب الله تتحرون هين. كل هن العام صورن هن اللي بيصير لليوتيوب بيلقى طويل كل هذا انا رامس عن العام جاي هذا جاي تم يشرح لي عن كل سنطوان من هالسناطوين في نفس الوقت بنفس لك قبل الحين العصر كان الحين نحن متجهين جدا نحن واصفيننا واصفيننا الله يسلمكم قهوة أو مقهى فيها صالة عود ورا الأزهر
هم حسارين جدا الحين. هذا عاده سوق مال الازهر له اسم عاده تبليطيه تبليطه. شوف كلها اعتبارات من داخل. هذا عساير النهار ما تروم تمشي الاخلوق يصيحونه جامع الازهر جامع الازهر او جامعه جامعه الازهر علي جامع ولا جامع جامع وجامع جامع وجامع. هذا تشوفونه وهذا كله ها بيوت الكتاب بيوت البطاوع الاول قرايه والدنيا ايوه هكذا تشوفون طلبة العلم تشوفون اللي يطرون طلبة العلم اليوم من ما ادري وين من اليوم من بلدان اللي من غير هذا ما شاء الله تريون المباراحين بيعزم اللي بغيه ما لحد ما تشوفون هذا على احلى شيء متخطف على الفران تلقى خمس حار هاي الساعه علي علي يلا خذ لي وحده الحين منها وحده حار اي واحد ال10 هم شوي خلي حمره زياده علي اي الواحد محمر وش احمر شوي ما كتب هذا بعد لا ابان منتفخ المنتفخ مره حلوه ابا حمر ابا حمر احمرت عيونك ابا حمر لا من كده. زي خلي يرد شوي ونبي يحمى ايوه هي هي هذا هذا ايوه هي ايوه, هي. أيوة هذا رقم واحد اوه ما خريح ما خريح يلا 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 هذا ولا هم اثنين هو مش مغربي هو مصري تقصد اللي عندنا في البيت ايش مغربي هو هذاك شيء وهذا شيء مصري المغربي نمشي وعلي يعطيني جميع المعلومات عن هالمباني ما ابراهيم اخبركم عن اي معلومه ويعيين حق هاي هالكافيه هذا حينه قهوة زينب خاتون هذا قال أبوي سكروا ها علي هاي قهوة زينب خاتون بس عندها غسيل منزل زينب خاتون أيوة هذا منزل زينب خاتون طلقت الله ما قرأت بلح اليمن ولا عنا بالشام الحمد لله أخير بنسيل المكهة هاي لصغيرونة تونا خطاب يلا بنطلع المطار لا لا عدال هاي المخبز أنا كنت لسه في الريتز و 3000 جنيه في الفوكس سيزن و 3000 جنيه الفرد وما نفعش وما لقيناش وفقنا 3000 جنيه الفرد وفقنا يجي اليوم علي أقعد عند زينب خاتون مش في بحارة والكرسي انكسر أي والله بس لذيذ يعني بس الناس معانا بيبصوا لي قوي لا يضربوني بس الناس كويسة هنا طيب طيبين حلوه لا لا متنقطح مين متنقطح نقط يدور على اي راس القرد ويشمها هي مش تعرف عايز شو بنسوي بنحضر نص الشوط الاولاني الشوط الاولاني في هالخنيخيش وبنسير ابوي خلاف الهوايش اللي اكبر زي اللورد زي الناس الطيبه والمحترمه نيجي نقول لهم اسفين حقوا علينا وبدونا مكان اي والله شبكم انتوا نبوس الحياة وصلنا قبل هاي اللون زحبوا لنا الطاولة وتعبلوا منا وقدام الشاشة وصلنا صلينا عقب ما صرقت حق علي لا يا علي خلينا نسير مكان أحسن سألنا ما سكيورتي فنان ندين أهله لرجع له وبهدله زينب خاتون كان نسير قهوة اسمها الزهب قهوة زينب خاتون أحسن عن هذه مليون مرة ليه لها قفلة جميلة أحسن من دي لأنها هذه قفلة الحين نحن برد على هاي جمالة اللورد يا اخي ما شي وقت الحين باجي دقيقتين بتبتدي المباراه واحنا مهتمين بالرياضه وهذا الاخ عاد علي رياضي باين اهو ما شاء الله في الرياضه مين تحاشرني صلاح صلاح انا ما اعرف صلاح ازاي يا خالد والله ما اعرفه يا ابني ده اغلى لاعب في العالم واخد الكره الذهبيه مش اغلى الجزمه الذهبيه تبقى الدولاب الفضيه ولا فضيه هيوروا لك ده اي ماتش الكره بدا يا رب يا رب توهم بغوا يبون قول وباغموا وشلوا الدنيا فوق راسهم شلوا الدنيا فوق راسهم شلوا الدنيا فوق راسهم
وقوم علي ومحسن في الفزعة. هذا خاتل، هذا اللي شل الدنيا. مصر يا ابن مصر يا راجل. اذكر امي. منو امي؟ ما كذب. مروان ولا الواد تحكم على مصر؟ لا خد عملك المروان. الواد تحكم على مصر وضع عايز. منور يا حلوة النتيجة. الرابع جاي صح؟ نتيجة ايه وزفت ايه؟ وانا قايل لك انا حامل هم، مش حامل هم الماتش ولا روسيا. انا حامل هم وجودك انت المباراة. يا سلام. انت ليك تأثير ايه يعني؟ تأثير النار على العالم. ايجابي. ايجابي. ايجابي ايه؟ وعايز اكتر من كده ايجابية؟ الرابع جاي. حب ولا فاتورة؟ يا راجل يا رب يهدك. ما تمشي شويه يا خالد، مشي حق حسين وتعالى. والله روح ادعي اقرا الفاتحه لمقام الحسين. روح كل انت جعان. محسن بص عليا، بص عليك انت. كل الناس بتقول لي خلي بالك من السماعه. ما شفتش السماعه والله. اه ما شفتش السماعه لسه السنة. الناس مش قادره تنسى موضوع السماعه بتاع السماعه اللي فاتت السنه اللي فاتت. كنت ناسيها. اعمل لكم ايه بس الباور بانك معاك لا تنساه. لا لا معايا. ما شاء الله يعني المتابعين يتذكرون موضوع من العام بالسنه. لا اله الا الله، ما اقول عنكم شيء والله. والحاسية الصاحية يوم انا يا صاحب الشان نسيت. وهذا الفيش ماركت. العالم كله كان طال المباراة. نحن ظهرنا، نحن ظهرنا من سمونه من جدل حسين والأزهر وينا جاي. هاي الزمالك، هذا فندق فور سيزن اللي في الزمالك. العالم لو جينا نبه المكان هذا حق نتفرج على المباراة ما بيعيبني انا يعني. اريد جاي مصر اشوف جو المصريين. هل اشوف 90% منهم من المصريين يعني اللي يشتغلون في الخليج والمصريين الكباريه يجون هني. فانا سائل حق الفئه البسيطة يعني اللي أنا أحب أسير لهم هناك دوم يعني. فعلى هالأساس ما يأتي. لكن أي أكل في هالأماكن يعني الأكل لا بد ولا عذر في مكان هالنمونة. كود عندهم ربيان وقبقوب وسمك موسى وسلطان إبراهيم وما أدري منو أظن هاي برطامة شنهم ولا ما يسمونه بقار وصبيط ولوت ودنيس وبوري. آه. انا شو اللي طلبته؟ طلبت هذا اروس. هاي السمكه. دخلت داخل ابوي عند الطباخ وخبرته ايش قال يخدمها. قلت له يفلقها من جد الظهر يسويها سنقاري ويدق لها ابوي ثوم وكسبره ثوم وكسبره ولومي وفلفل حمر وبقدونس. ويلوطه عليها كامل. لا تسوي. قلت له لا يزين لي اياها، لا يحط لي لا طرنشات بصل ولا طرنشات لومي ولا يزينها ولا يسوي اي شيء. شو هزين ما زين على بارض من تغدي ناضي إيه. انا ما بمستعجل. اي سمكتي شوفه. ها. ايوه
ضربه مالي تمام. اصبر يلا مالي تمام. والعروسه دي وصيت عليها بالظبط زي ما حضرتك عايزها بالظبط. التوابل كلها اديتها للشيبو. الله يخليك جزاك الله خير. تمام شكرا. البربون هيبقى مالي صح؟ ايه البربون هذا ترى على فكره البربون هذا البربون عنيبه من هذا ها شرات العومه. سلطان ابراهيم وين سلطان ابراهيم؟ هاي هاي غير عن بربون؟ هو اللي بيقولوا في ناس بيقولوا شيف ناس بربون دي ما تقول عليه زيت. توكل علي هذا علي منور يا علي باشا. وهني طلبنا ابوي احسن شيء ترى عندهم في السلطات سلطه الطحينه بالرنقه وايد زينه هاي طحينه الرنقه. وعندهم البليان هذا مخلل بليان وايد سلطه عاديه هذا حمص مع مع طماط وثوم وفلفل وبصل ما تقال هذا كل اشياء عاديه. لكن اهم شيء عندهم الخبز الحار غاوي وهاي سلط شو رنقة بالطحينة. رنقة بالطحينة شوي شوي على على عمرك علي. هو محسن عوزي يعني كل هذا حمام لعينك لا تعود عليه يعني لازم الفلسفة يعني. أنا بحب الجنوب تعود عليها فيش ماركة تربية بدخل مطعم كل مرة حياة ما طاحت مش مرة أربع بنكلم ولا عندي من جنبي ولا باقي الحين ما تسيب محسن يطلب اللي هو عاوزه يا علي عيب. عيب علي ولا عيب عليه هو؟ عيب عليك انت خلي على راحتك. انا قبلك قبل غنوك ولا ماما ولا غنوك نفس ولا حتى يعني شبعت الحمد لله لحظه ما زي المكان مرة على النيل من النيل عليها ربي يا محسن العالم كلها يوصون محسن ومحسن ومحسن ربنا يخليك كلهم لا لا يقولون طيب محسن حبوه ومش شكل مش شكل شرير ولا شكل الواحد الخبث يتناثر منه كل يقول كلهم يقولون تي يعني يقولون طيب طيب حبوب وش صبوح هو يعني يقولون يعني يبين عليه يعني وايد زين. قلت لهم عادة هنا هذا محسن عارفه حول كم سنة من 15 سنة وهو هذا نمونته من عرفته لين اليوم لا غثني ويصير وي وياي وأنا من الأساس أحذر عني ماشي يعني أصلا ما تد أتيحت الفرصة لا لا ولا الغيره حق إنه شيء يمين بلو يسار لذلك يعني يعزل لي وأنا يعزل له أنت عارف من هكذا سنة ونمشي أنا كل اللي أيهم في في كل سنة 10 أيام ولا 5 أيام أسولف وأضحك ولد يعزل لي يعني يعزل لي يعني ما عليه من يقولوا شو تبى وشو ما تبى وتحمل ما تحمل من شو ياهل أنا الدودو أنا يا مصر من السبعينات وعارف أبوي مصر مصر حالة حال كل بلد فيها الصالح وفيها الطالح وفيها الزين وفيها الشين يعني ما يبارك لنا يا الله وانت شو كبوت هالكذا يا الله يا الله انا ابو فخاره من كل شيء بعد الحين السمك ماي يلا يحفظكم سمكتنا اللي انا طالب انها هذه سمكه السنقاري هاي مشواي وعليها ابوي الكمون وزيت الزيتون والثوم وكل شيء رمشة رمشة رقيص رقيص عندهم هو حد فوق حد تحت شو بقولكم احنا مشينا هذا الطريق بطوله من الفيش ماركت لين وين احنا بنسير في هذا الاتجاه احنا رايحين على الزمالك رايحين على الزمالك بنمشي سيده سيده كورنيش على طول سيده نقطع سيده يعني على طول صح ايه نقطع كوبري الجلاء وبعدين كوبري قصر النيل وبعدين انا هريح شويه عشان ما يكونش قدرت امشي كمل زين وبعدين بننشس ليه فندقنا هذا فندقنا ده الفندق مش حنتاخر صح لا طبعا كم يبغى لنا 3 ايام لا لا صدق والله يعني ساعتين ساعتين حلو ساعتين حلو نهدم السمك ونكون بقى هذا بيت الله يحفظكم حياة أنور السادات هذا اللي تشوفون هذا بيت حياة أنور السادات وهذا مهبط الطيارة مال الهليكوبتر هذا اللي تشوفون حينه بصبر من أول ما وصل جدا بيت أنور هذا
الله يغفر لك يا حياة أنوار السادات. شو طلع حين؟ مبنى مجلس الدولة المحاكم. يعني ما يعني مش بيت أنوار السادات. أنا عارف يمكن عزل. عزل؟ آه ليش؟ ليه الكذب ده؟ أنا ما قلت لك لا تعطيني أي معلومة غلط. أنا قلت بيت السادات. العام قايل لي وبعد صورت وقلت أنوار السادات. العام ده ولا اللي السنة اللي فاتت؟ أوه شفت بقى مش ده اللي أنت صورت. يا ربي مجذبك والله ان معيشني في شل. اي ده بقى هو ده هو هذا يا ابو كثر بيت حياة أنوار السادات. هذا بيت أنوار السادات هذا الله يحفظكم. مهبط الطيارة ماله الهليكوبتر. اخر كلام ده اخر كلام لك بيت هذا المهبط سنة الجاية هيبقى مكان تاني خالص. وهذا يا الله يكسر اجل عدوان الله. هنا وصلنا إلى الله يحفظكم جدا شارع القاهرة. هذا من أجدم الفنادق وكان عاثر داثر يقولون الحين يد دوق دالكم رقم واحد شارع القاهرة رقم واحد الأول كل هالعالم تسكن فيه. يا ما مثلوا فيه من الأفلام والدنيا وعلم علم وخبر وعندك دونك. هذا حين ما شديته هنا من هات السنين نمشي كل ظلام فجأة تلقى منظر هالنمونة منظر هالنمون وانت تمشي على الكبنش ونحن نمشي وجو جميل جو جميل. خاف على راعي ذرة على باعي راعي هاي اللي بيع زق السبال تبيع. خاف على راعي سمونه هو اللي بيع البطاطا حلوة على قولتهم فندال. يعني شيء جميل شيء جميل شيء جميل جميل. نور يا عم فندال. آه لا عجبتك بالفندال في بيتنا انت. لا على طول عجبك لي عجبك الفندال قوي زي زي الحلول. لا تتذكر اول ما شيت مرقاد ولانه قلاص طول وجهك الحلول. اشرب اشرب ايه ده ملوخيه دي ولا ايه اشرب. قعدنا يومين بحاله بس خفيت وزني من ساعتها. احسن حسيت انت. اه والله من ساعتها كويس فادك. حضر لي بقى المره الجايه وانا جاي طاسه طاسه المره الجايه طاسه. فين دلوقتي علي؟ اسم العجوزه وعندي شيراتون. اسم الميدان ايه؟ ميدان الجلاء. ميدان الجلاء هذا يا ابوكم ميدان الجلاء. وهذا الشيراتون هذا اللي تشوفونه الشيراتون هذا هو الشيراتون اللي تهادي به الاول العرب كلها كل هالناس تجي 90% من الشعب السعودي ما شاء الله كلهم موجودين هنا. السعودية كلها أبوي موجودة في مصر وبعد الإمارات رقم كبير كبير من الإمارات تبارك الرحمن. إيه علي؟ وفيها مصريين برضو كتير. يعني سعوديين وإماراتيين وفيها مصريين. حق علي. أيوة محمد. أوكي. إيه؟ دلوقتي إحنا هنروح كده على طول حد الزمالك. أيوة. من ما من الفش ماركت لحد الزمالك كم؟ كم كيلو ولا كم عدي وقت؟ كم كيلو تقريبا؟ كم كيلو فوق 7-8 كيلو. اوكي 9 زين 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 بنتمشى في الزمالك بنجلس في كافيهات بنتمشى وعندك دونك وبعدين نرجع من الزمالك على نرجع من الزمالك لين فندقنا. الجو حلو انا عندي اقتراح اللي هو نركب من هنا للزمالك نركب تاكسي وبعدين نتمشى براحتنا في الزمالك ايه ونرجع نمشي هناك فوق. لا يا ولد الحبيب بنروح مشي ونرد مشي. انا مش بقول لك طيب شكرا. المشي في منتهى الروعه جميل المشي والجو ياخذ العقل ماشي رطوبه والجو فنان وايد الجو غاوي جو حلو. اول هي والله اول يوم جيت كان شويه حر ان شاء الله. اليوم ما تمطر ترى هاكلي طنه زحينه. هذا الله يحفظكم سيقل بعد مطعم مطعم سمك وما ادري شو ما ادري شو العام عازمنا فيه حمود بن براك. حمود بن براك الاسبوع اللي خطف اسبوع اللي خطف العام عازمنا فيه لسنة الطرف هذا وعقبها بيومين ثلاثه جينا شو اسمه علي لاتينيوم. ها لاتينيوم قهوه كوفي اسمه لاتينيوم من اجمل القهاوي هاي قهوه لاتينيوم فنان فنان بطريقه خياليه بلاد من كبرها. هذا الكوفي اللي اخبركم عنه لاتينو هذا لاتينو مشاهد ابوي هذا المسيد هذا تشوفونه وهالبنايه العجوزه في ظهركم شيرات القاهره
يظهركم يكون شرة القاهرة وتخاطب خاطب هيك سيخ مشوي ما أدري شو اللي توني عديت اسمه لين هذا هيك لاتينو. هذا من أجمل المقاهي، مكان يلس وشي جميل ياخذ العقل. بصوركم يا مخاري أنا العام جيت ودي وديتين ثلاث وصعوبة بعد الحج فيه على فكرة يعني. على ما تشوفون شو العالم كلها هني والفي آي بي داخل البحر هناك. هاي الطاولة هي الفي آي بي اللي هناك، لكن الفي آي بي عادة هذا شارع مني، هذا تبه نس الرجال يظهر لك طاولة من هناك لوح التحدي على استباهي نششي نششي. وهذا كنا ويكلنا في المطعم أكلنا نص اللبس، هذا سيقال وسيخ مشوي عادي الاسم شايع وبطن ياية. وهذا مكان هني قهوة غاوية، وتحتي هذا بعد طويل عريض مكيف مسكر، لكن الزين فيهن هذه اليلسة هذه هني وأكلهم فنان وغاوي وشيء شو ما أدري شو، يلس وايد حلو مكان وايد فنان يعني ما بسهولة الواحد يحصل حجز الحجز فيه. وايد زين المكان فوق عن الزين بعد أنصح فيه. شو رأيك علي لاتينو؟ جريد نوع شوية؟ جريد كتير ها؟ كتير عشان داري وقعني. يلا عيال يلا بيا لاتيني. لا خلاص كمل مشي كمل ظهري يعني. ايوه هذا هذا ها ايه علي انا منين شفت ايوه ما يا محسن ماشي ايه يا علي ايه انت فين لا تعال اه ايه الاخبار زي الفل مية مية بس الدبلات شباب ما شاء الله لا الفل الدبلات اه لا ما شاء الله طول بعرض متغذي كويس بكوارع بايسة وتقدر تمشي والحمد لله مية مية الحمد لله بصحة عرس عرس حليب المعرس والعروس كلن يرقص هيلا بيس علي أيوه. يعني دلوقتي انت هتيجي الامارات ان شاء الله قبل مروحنا تايلند انا وصلاح أيوه. واسد ايوه ان شاء الله باسبوعين اقعد عندك اسبوعين تقعد عندي اسبوعين من بعد الاسبوعين أيوه. نطير تايلاند انا وانت وصلاح واسد ايوه نجلس في بانكوك 10 ايام من من الاربعاء لين السبت ايوه 10 ايام بالضبط ايوه نرجع قبل العيد نرجع قبل العيد باسبوع أيوه. شو رايك تمام بيني وبينك بتقولش قدام محسن ليه كرامته بتنقل عليه ليه وبينسى نفسه يتهور يتهور تعلى في دماغه اول هليسه مشكله عرب بودي محسن ويانا علي لكن محسن ما يسولف ها شوف ابلم ثواني هيتدرب 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 هيتكلموا مع بعض روح معهد السماء والكلام العيال اللي بتودوا بعض اربع سنين ما بيتكلموش بنوديهم هناك زين ياخدوا جلسات تخاطب يتكلم ويعرف يتكلم ويبقى ناخده معاه علي علي انت قلت لي مراتك تشتغل فين بجد في والله مدرسه في التربيه الفكريه مدرسه تربيه فكريه يعني ايه اللي هم الاولاد المعاقين ذهنيا مثل صلاح يعني ممكن زين انت شو رايك تطلج حرمك وبنيوزها صلاح وانا هاخد ايه بنعطيك بنيوزك حد دوارك انت ارجل مني لا لا انا ما ليش دفر موضوع والله يا ربنا يسلم لا الحال خليها لي يا رب امين امين خلي لكم محمد ايه والله لا تعرف ليش لانها تدرس هي شغلتها تخصصها حتى هتاخد مراد حتى بمصلحه اعوذ بالله وتطلقها وتاخدها لا لا يا عم لا خدني انا صبر 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 علي انت كيف يعني حينه الله وفقك لقت حرمه مالت معوقين مختلين عقليا يعني
انت يعني هي انت كنت تدرس عندها في المدرسه؟ لا هي كانت معايا في نفس المدرسه. لا لا هو كان بيدي حدها في المدرسه. انت تدرس؟ لا 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 انا كنت مع المدرس وهي في نفس المدرسه. قبل ما نتجوز كنا زملاء في المدرسه اللي انا فيها دي. انزين فعندنا من شروط التدريس التربيه والتعليم ان ممنوع الزوجين يبقوا في مدرسه واحده. زين فهي لازم واحد مننا يمشي. فانا قلت لها انا عندي عامل اسم وعامل شغل كويس بالنسبه للطلبه. زين هي انطوائيه وبسيطه يعني. فقلت طب انا همشي. فلما راحت اتنين لاقرب مدرسه ما لقيتش اقرب مدرسه موجوده فيها مكان فاضي الا التربيه اللي هم المينن. اللي هم المعاقين. معاقين ولا معاقين؟ مش بدنيا. ذهنيا. يعني مينن؟ يعني قريبين كده. فهي ارتاحت معاهم ان الفصل ما بقاش فيه الا ست سبع اولاد يعني. نعمه. يعني وحيد من خذتك من متى؟ كملها من خذت؟ من 25 سنة. شوفوا هذا أبوي شهرزاد. هذا أبوي شهرزاد شهرزاد اللي ما لحق على أيام شهرزاد من الثمانينات يا معيت وامطرت. هذا البارك اللي تشوفونه قدام هالفندق هذا ملها يسمونه شهرزاد. نسيت والله في أي دور. ثامن ما يندرى منو. كل رقاصاتك انت يا مصر كانن في قوم حلمي عبد الباقي وحسن الاسمر كل هل الخليج كانوا فيه كلهم. دبجتن وحده يبتدي الساعه 2 في الليل ويخلص الساعه 2 الظهر. دبجتن وحده هاج سنين. الحمد لله يا ابوكم اللي طاح هذا كله من روسنا. ما سمعوني يوم نقول بس ما نصير ولني خلاص ابوي الحب الطحن كله ما شيء تم منه ما شيء تم من الحب. والمسؤول عن الملهى اسمه أمير. يا الله أظني هذا استوى أغنى أغنياء مصر. هذا أمير. السلام عليكم. زيك حق. يلا شكرا عليك. يلا خلا نشرب شاي عندكم في زمن تعيس. يلا خلا يلا كشري كشري. يلا يلا مالي أنا ثجيل علي. فأقولكم المسؤول هناك اسمه أمير. المسؤول اسمه أمير. أمير هذا أعتقد أنه حالياً أغنى أغنياء مصر. كما هو هذا اللي يملك الفنادق. يعني بقولكم من 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 كل إنسان يدخل 300 400 جنيه 500 جنيه هاي السنين 500 جنيه عن 5000 الحين من كل آدمي ما بالك كذا ألف شخصية. فيعني يتبهنس بهانس ما شيء كذرها. أظني اشترى ثلثين مصر ما يندرى بكم أغير اسمه. أنا والله أني أعرف لو أشوفه مثلا البارحة يوم أنا سرت اللوبي مع سميرة ميس منو لقت واحد ما شفته من سنة 89 مدير الملهى يسمونه محمد خيب اختصار القير. مدير الملهى يسمونه محمد مصري شي طويل عريض لكنه فقير تهردم حينه يا بهدوب. والله انه عرفني من عقب هالسنين كلها. والله يا ابوكم انه عرفني. استغربت كيف انه عرفني. هذا علي ولا مو درابه. لكن عاد في سمير ميس كان اسمه سلطانه وكانوا حلب وضبي ودبي وشارج والسعوديه والكويت والبحرين العرب هاي لاك كلهم موجودين فيه. والله سبحانك يا رب. كانت ايام وايد حلوه كانت مصر وما زالت الحمد لله. لكن هاك الجو كانت اختلف وكنا صغار وركضه ودبجه لكن حاشمين عمارنا في السير واليي او في كل مكان. اللهم لك الحمد. على هالاساس من هاي السنين لها سنين انا ما انقطعت عن هالبلاد لاني امشي سيده. وعلى ما قالوا المصريين امشي عدل يحتار عدوك فيك. ياركم الله. مثل ايه ده؟ مالكم انتم مال مصر؟ مثل مصر ده. شو اسمك انت؟ ابو محمد. والله والنعم بك يا ابو محمد. وين اللي حقي انا؟ انا عاوز تقيل. تقيل ايه؟ زين بس خلي تحت. بارك. لا ايدي ما بتسلم الا اقبض مالي. انت قلت لي فوق الخفيف ده. لا ده اللي فوق المضبوطه. وفوق الخفيف فين؟ ده انت اثنين تقال. ابو محمد اثنين تقال. فين التقال؟ هم دول تقال. خد يا ماشي. شكرا يا عم محمد. شكرا شكرا يا عم محمد. كلنا زعلانين طبعا علشان المباراه. ايه رايك في المباراه النهارده؟ والله بقى ما شفتها. هو عامة زعلان على النتيجه. طبعا مصر هي امنا. ام محمد. ام ابو محمد. ابو محمد ابو محمد. ربنا يخلي حق. منور يا عم علي. عندك نعناع؟ فريش؟ لا ما اريد نعناع. هذا لوتي. شو تقول حق اللوادم؟
انت بتقول شيء معتبر. بقول لك ما هدي النصيب هم وقعوا الارض من تحت ما حدا. لكم سنه هنا يا عم محمد؟ يعني بعد الجيش على طول. عامل فندق 20 سنه؟ لحقت على عز الفندق هذا؟ لحقت على عزه؟ ما شهرزاد ايام امير في الدور الثامن ليكون انت امير. يا ابو محمد زغط. ممكن هو اللي يكون بعد هو امير هذاك غير. فندق ايه ده؟ تعرفون هذا الحين علي شاف الجماعة المصريين يقول لي خورط عليهم والله أنا رحت الريتز وقالوا لي التكت ب 3000 جنيه عشان مشا يا رسي خورط عليهم. وليه بتكذب على الناس يا علي؟ ليه؟ قال لكم التكت بكم؟ 3000. صدقون أنتم؟ ده شكل واحد يدفع 3000؟ أنا أنت لك تدفع. كذاب كذاب. كل الكلام اللي يقول لكم هذا كله كذب. صح وافتحوا صفحة جديدة. كل كذب ولا كلمة صح. والله انت ناس تعرفهم ما تعرفهم كل تخورط عليهم انت ما تستحي. لا ايه ده؟ لا بشيرك تعرف مدرس على فكرة. ها مدرس مدرس وتعاسة الجيل اللي حيتخرج من تحت. بلغ عني الضرائب مدرس مدرس مدرس. ايوه انا مدرس. من اول يا عم محمد الله يخليك. بعد قال لكم انه مدير مدرسة صح؟ لا ناظر. ناظر قال لكم ولا مدير؟ لا ناظر. كل كذاب. ده بواب في المدرسة. بواب عامل نظافة. والله العظيم انك انت مصيبة يا علي. المهم انه شغال في المدرسة. شغال في المدرسة. بابك في الحكومة ولا لا؟ تعب. خلاص موظف. كم فرق بين الفراش والمدير؟ لا لا كلهم في الاخر الشهر يمدوا ايدهم للسكرتيرية صح؟ ما فيش فرق. خلينا كده احنا صغيرين. محمد برضه. يا محسن. من اول نور عامل ايه؟ تمام. هي 100 شايفه. اي والله رقم واحد سامع عليه. زين محمد. ايوه مبسوط كده؟ نحمد ربنا الحمد لله. الحمد لله. انت تعرف انا اجي مصر من امتى؟ من سنه 70 70 من السبعينات اجي مصر وبعشق البلد هيك وانا غربان ما بتضايقش لما اجي. لو اجي مصر 100 مره ما اتضايق. مصر وايد حلوه. انتم الحلوين البساطه والكرم والحشم اللي فيكم والطيبه كله من ذوقك. والله الله يرحم والديك. الله كله من ذوقك. خليكم ان شاء الله. نحن في الامارات وايد نحبكم. الله يخليكم. انتم لكم افضال علينا من وقت ما خلقنا. اللهم لك الحمد. كل عام وانت طيب. جزاك الله خير. والله يحفظك ويبارك فيك. ابو محمد خلص الجيش ويجي لك شغل شغل هناك. يلا يا علي شو تقول له؟ اتفق على الهاتف. شو يعني تأثر؟ يعني اي كان بعد فلوس هياخد منه نصها. يا ويلك من الله. كوبايات واكل. الحين بارك الله فيكم وصلنا وين؟ الزمالك. زمالك الحين وصلنا الزمالك. بندور قهوه ولا شيشه نجلس عليها حق يدوخون هاي الشيش وانا اجلس اتطمش ونسولف نطلع السعر وياي احيد شيء شيش قدام في الزمالك. هاي الزمالك عاده من اقدم الاماكن في الليل وقصور ودنيا لكن نحن على الشارع العام حينا ما دخلنا داخل الدنيا ظلمي بين الفلل وهاي الاشياء. هذا مثلا الحين برويكم البيت هذا من البنيان القديم الاولي بيت بحويه بعلمه بخبره دنياه. يا سلام على هالبيت تلقطونه. عاشوا فيه ناس وطن. ها شوف الحوي مقبرة. شوف الحوي مقبرة. ها شوف الحوي. ها مر على الشارع العام معاليه الكبري. شوف هالبنية الأول. هذا البيت يمكن 400-500 سنة عمره. هذه فيلة اللم عادة. لم ويا بناته وعيالها كلهم. ريلها توفى. وقبل ما يتوفى الريل خبرها انه جايب بنيه من قبل ما ياخذ كنت يا زليخه هانم راعيه البيت هذا. وصيتي لك كان لي غلا عندك ولمكانه انك انت تبنيلها في نص هالحوي. نشت عاده زليخه هانم وبنت ابوي حق سعديه الفليله هاي.
جيت عادي سعدية من الغيط وياها بنيات هنتين وريلها ريلها بعد ما عمر كمل حول وقطع تذكرة ونشت عادة انت يا زليخة وكدي سعدية كد البلاء كدت سعدية كد البلاء خم وتكشب الحوي وتنخل حتى الحوي هل تشوفونه لو في الطرف هذا في شيء زرب في هوش عوارض وتيلس تعزر على تي الفقير تنخل الحوي ليس دوم هاد تيس العوارض وكل يوم ينطح سعدية كل يوم ينطح سعدية اي ها وعد هذه حينها كانت تغني يا ليل لين الله فكها وظهروا لها عقب المعازي بأرض في طرف النهر وفكوها ابو من عمته ويوم ظهر عادته ظهرت المقولة فك الله سعدية من عمها هذه يلا برايكم عاد حرفوا المثل وسموه فك الله سعيد من عمه ولا هذه ابويا هذا ساس القصيد وساس القصة كلها من أولها لين آخرها هذا البيت عجبني هالمكان شكل مميز والله ما يندرى بشو أنا أفكر إن ندخل نطالع نكتشفه شكل مكان فنان وغاوي أظني هذا مال حد عنده بزنس في أمريكا ولا في إيطاليا وصفى أبوي البزنس ماله وقال أبوي بي أسوي لي بزنس هني في بلادي أظني ويا توقعتي أتأكد عن القصة وبرد أخبركم شكل أبوي راعي البزنس هذا اللي فتح هذا كان في إيطاليا ولا في فرنسا وعيز أبوي من الضرائب صفى أعمال وقال أبوي بيها البلاد بسوي حق عندي روحي شغل القوايت اللي توني صورت لكم إياها من خاري بدرناها هناك مكانها وينا نمشي 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 وين المكان هذا شدي لست أنا فيه قبل سنتين لو ثلاث سنين مكان كافيه على الشارع الرئيسي تحت الكبري سيدة يوديك الماريوت عليا هذا سيد جريب الماريوت عليا بنا يسعد هنين عيمنا الله خير أنا أحب شوفوا أنا اللي يوزلي شو ما أحب يسات الفنادق الحين ظاهرين أن نحن سكننا الحين في أحسن فندق وما أجلس فيه أنا جاي حقتي هالنمونة الجلسات الخارجية اللي أنا ما تدي إلى ستة في داري فلذلك أظهر أجلس في دار غيري يلا عاوز تشرب يا علي تشرب عاوز إيه شوكولاتة سائعة مسلكة لا بجد إيه شوكولاتة سائعة أي شوكولاتة عشان إيه إن شاء الله أنت محسن عاوز إيه بيبسي مسلقة لا باب عشان ظهر لا عشان إكلاي مشوارنا للماريوت وقف هب الماريوت سموها هي زمالك تلين أبوي الدنيا هذه كلها واحنا راكبين على الدري هذا بيظهرنا على الطرف الثاني وين وزارة الخارجية ومبنى التلفزيون وبعدنا بننفسي لين بندغنا بندغنا لين الحين أبوي غاط عن النظر غاط في الدور بين ليه الحين أبوي ما يبين يبالنا ظني ساعة لين نوصل قدامنا كم يا علي على ايه على الفندق تاعنا ساعة هل شو شالي الحين محمر بشاهد الماريوت طبعا الشاي اللي بحي خطفني عدالة السلام عليكم حق ازيك عامل ايه الحمد لله تستاهل كل خير مشكور لا بسنا اليوم رايحين جزاك الله خير شكرا جزاك الله خير الله يبارك فيك شكرا تصبح على خير حليلة شافنا مجبلين نتواجه هذا الطريق هذا نسير بعدنا هذا اللي تشوفون هذا لابجليتات الزرق هذا ريتز كارلتون وعقب أبوي حياة الجنسي وهذاك وين فندقنا شوفوه هذاك ها كمبينسكي زين واللي معالي هاك الفور سيزن هذاك الفور سيزن شو كمل امشي كان ان شاء الله بيخاف في الوقت ما بنبطي ورجعت الى قواعدي سالم او رجعنا الى قواعدنا سالمين وهذا فندقنا اسميني كديت عمري كد اليوم له أول ما له تاري